استاذ قال لك زادوهم، واش دابا غيرجع يقري ولا لا؟ عفاك جاوبيني، بغيت نجاوبك في الكومونتير كتابه، ولكن قلت ندير فيديو باش هكا اللي عنده شي تساؤل بحال هذا الشكل يسمع اولا يعرف اشنو كاين اولا شنو الاصل. اول حاجه الاساتذه فاش خرجوا كيديروا الاضرابات راه ما خرجوش على الزياده في الاجور، الزياده في الاجور هي مطلب ثانوي. علاش خرجوا؟ خرجوا على ود النظام الاساسي اللي تصدر في الجريده الرسميه، ياك هذا هو اول حاجه. وبالتالي كيطالبوا اما بسحب النظام الاساسي اما بتعديل البنود اللي مختلفين فيها اللي ما موافقينش عليها، عوض ما غيتسماو الاساتذه موظف والدوله ولاو موارد بشريه. يعني الاستاذ موظف ما بقاش موظف ولا مورد بشري، بحال الكرسي بحال الطاوله بحال الطباشير بحال السبوره. ثاني حاجه 40 ساعه ديال الخدمه ما حدوش لي ساعات العمل، هذه ما كايناش اصلا في شي وظيفه كاع بالمره، باش انك تكون خدام ما تعرفش راسك شحال خدام ما كايناش. 40 ساعه ديال الخدمه في الاسبوع، زائد السلطه الحكوميه اللي عندها تحدد الحق تحدد لك هاد ساعات العمل، واش 35 ولا 40 ولا 37 في الاسبوع. كذلك بالنسبه للمهام، 6 مهام اللي ولات عند الاستاذ مع ان المهمه ديالو الاصليه هي التدريس بدون اي تعويض. نزيدوا عليها العقوبات اللي فيها صفحه ونص، 16 عقوبه اللي شي حاجه اللي ما كايناش كاع في الوظيفه العموميه. بالاضافه ايضا من طبيعه الحال دوك التكوين اللي ولا الزامي، يعني مثلا الا كان شي تكوين في شي مدينه اخرى انت مضطر انك تسافر، ماشي لا بغيتي، ملزم انك تسافر. وداك الشيء كامل اللي غادي تخسرو، يعني خاصك تقلب على فين تبات وفين تاكل، داك الشيء كامل اللي غتخسرو غتخسرو من جيبك بدون ادنى تعويض، ولا مشيتيش كاين العقوبه. فهاد الشيء اللي خرجوا عليه الاساتذه من الاول، ما خرجوش على الزياده في الاجور، الزياده كانت مطلب ثانوي من طبيعه الحال، اللي هي من حق اي استاذ انها تزادو كباقي القطاعات الاخرى، الطب والتمريض وكذلك الاساتذه الجامعيون الله يزيدهم من طبيعه الحال، فحتى هما خاصهم يتناسوا مع باقي القطاعات. فداك الشيء علاش راه ما خرجوش من اجل الزياده باش نقولوا صافي راه زادوهم وغادي يرجعوا. بالاضافه ل 1500 درهم راه غير فتات، لانه هاد 1500 درهم فيها الضريبه، عاد في داك ال 1500 درهم غادي يزيدوها من هنا وغيقتطعوها من هنا في اطار داكشي ديال تحسين صندوق التقاعد الاجتماعي، وداكشي كيقتطعوا العام الماجي راه اكيد غيكونوا اقتطاعات. وبالتالي راه ما كايناش العوده للاقسام حتى تحقق المطالب الاساسيه اللي خرجوا عليها الاساتذه من الاقسام ديالهم. بغاو الكرامه، بغاو سحب النظام الاساسي ولا تعديل البنود ديالو، وهذا الشيء كامل ما كانش. فهذا الشيء اللي كاين، تحياتي للجميع والله يصوب.